في حاجة بس كنت عايزك تأكدها لي، يعني أنت عشان عايز مني مساعدة هتخليني ياخد الأرض دي بالتمن ده، الكلام ده مظبوط؟ تقدر تقول كده. الله، أمال فين بقى المبادئ وشرف المهنة والكلام اللي أنت فالقني بيه ده؟ والدولة باعتها الواحد مش قادر يسدد تمنها، أنت هتشتريها مني. العكس، ده أنت أول مرة كده هتتعامل بالقانون. قانون؟ قانون إيه يا عمر؟ يا عمي أنا مفيش حاجة بكرهها في حياتي غير الطريقة الساذجة اللي أنت والمثاليين زيك دي بيحللوا بيها الأمور. القانون الوحيد اللي ماشي في البلد يا عمر، انزلوا الأرض عشان تشوفوه كويس، هو اللي تقدر عليه أعمله. والقانون ده بقى شغال من قبل الثورة وبعد الثورة بتاعتكم كمان. هو أكيد واحد زي حضرتك عايش على الفساد هيبقى ده رأيه. يا عم اقعد لنا على جنب بقى، بلا فساد بلا نيلة. ما أنت أهو متهم بالتخابر برغم صفحتك ناصعة البياض من الشرف والأمانة. خدت ايه؟ ها؟ نيشان؟ نجمة؟ لا، انت ما خدتش حاجة، انت بالعكس متهم ان انت خاين وممكن تكون جاسوس. انا مش مستني جايزة، مش مستني جايزة صدقني، واللي انا فيه ده حلوها حلو. وانا مش فاسد والناس ملايكة يا عمر، انا بس اشطر وخلاص، والموضوع مجرد حقد زي ما قلت لك. اديني اهو سلمت لهم الارض بقالها كتير، عملوا بيها ايه؟ ولا حاجة، بلا خيبة. أنا على الأقل كنت حبنيها وعمرها بدل ما هي خرابة. وبص يا عمر، الفساد اللي أنت بتتكلم عنه ده، دي الصورة العادية للحياة اللي احنا عايشينها. جرى إيه؟ يعني أنت عمرك ما شفت واحد حرق الإشارة ولا مشي عكس الاتجاه؟ عمرك ما شفت حد بنى مخالف للقانون؟ ما سمعتش عن أي مواطن إدى رشوة لأي موظف في جهة حكومية عشان يخلص له مصلحة؟ طيب بلاش دي. عايز تقولي إن الجرسون اللي هو بتاع الفول والطعمية يعني عشان يديلك بطاطسيتين زيادة بعيداً عن عينين صاحب المحل يعتبر أنه هو فاسد عشان أنت في النهاية هتديله بقشيش؟ يا راجل الكلام في المواضيع دي عمره ما جاب نتيجة. معك حق. لو عايز تعرف بقى منتهى سعادتي أن أشوفك متمرمط ومسجون وبتتلطم، بس أنا راجل بقى بيزنس مان، وعايز أقول لك الموضوع الأرض اللي كلمتني عليه ده احتمال يطلع صفقة كويسة. احتمال برضو؟ احتمال طبعاً، أنت راجل هربان، حتى لو ما طلعتش جاسوس انت اكيد متورط في بلوى مسيحه. ثم انا مش عارف انت عايز مني ايه دلوقتي. انا كل اللي انا عايزه مكان كده اقعد فيه كام يوم بس يبقى امان، وعايز فيه جهاز كمبيوتر وشويه فلوس عشان تبتدي. يبقى كتر خيرك. وايه كمان؟ في عربيه، عايز اعرف العربيه دي بتاعت مين، وعايز اي معلومات ممكنه او غير ممكنه عن لواء اسمه كمال سيدي. ووعد مني الأرض في خلال أسبوع هتبقى بتاعتك. اتفقنا؟ ماشي اتفقنا. يا سادة أنا مش عاوزكم تقلقوا بالحاجة خالص. أنتوا قاعدين مع ضياء الحلو. وما أدراكم ما ضياء الحلو. حبش أتكلم عن نفسي كتير. المهم الموضوع بتاعكم بسيط. مشكلة الضرايب أنا قعدت مع المحاسب القانوني بتاع الشركة وهو فهمني إنها في طريقها للحل بإذن الله. اما الموضوع الثاني لجوكم للتحكيم الدولي فانا عايزه يبقى الكارت الاخير. حضراتكم بتتعاملوا مع حكومات مصريه من 80 سنه واكتر، وعشان كده احنا لجأنا لحضرتك لانك دلوقتي ماسك قضايا الحكومه المصريه. احنا متفقين. تمام، زي ما بقول لكم كده انتوا جيتوا للراجل الصح في المكان الصح. اتفضل ايناس، تعالى يا حبيبتي. ايناس السكرتيره بتاعتي، من اشطر وامهر الموظفات اللي عندي في المكتب، عشان كده انا خليتها السكرتيره الخاصه بتاعتي. ايناس بقى، ثواني، ايناس بقى تبقى بنت مين؟ عبد الحميد صبح. مين عبد الحميد صبح؟ ما تعرفوش؟ لا للاسف. ده ثواني حبيبتي انا بتكلم. عبد الحميد صبحي يبقى كان من اهم العملاء اللي عندي هنا الحقيقه، هو وصديق عزيز جدا، بس هو عيني تعصر في فتره من الفترات كده في دفع الاتعاب، فقلت اخد بنته وتشتغل سكرتيره تخليص حق. يا في موضوع مهم جدا. عندكم بنات؟ اصل هو كان في شيك متاخر، بس اوكي هنتكلم في الموضوع ده. التليفون ده اتصل بحضرتك وقال لك ايه ده؟ انت ازاي ما تقوليش اول ما تخش حاجه؟ حضرتك كنت مشغول في قصه حياتك. طيب اوكي. انا بعتذر لحضراتكم، انا راجع ثواني على طول. اتفضل. فين؟ مش عاوزكم تتحركوا في اي حته زي معتز البرتش ما بيقول. شفت الحلقه؟ انا ثواني ثواني. اتفضل. فين؟ الو، اهلا يا استاذ ضيف. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عارف انك مشغول قوي بس ضروري اقابلك. يا فندم حضرتك شرفني في اي وقت، ده انا كمان ممكن اجي لك لغايه عندك والله.
طيب يا فندم، بكرة 4 العصر. كويس قوي. كويس. تحت أمر يا فندم. تحياتي. مع ألف سلامة. ها. يا فندم حضرتك شرفتني في أي وقت. وبكده بقى يا فندم نقدر نسجل كل مكالماته اللي هو بيعملها، سواء من تليفونه الأرضي أو من موبايله. هاي. ضروري عمر هيتصل بيه في خلال أيام. المرة دي يا شكري لازم نكون مستعدين. مستعدين كويس قوي. اتفضل. المفتاح ده مفيش منه نسخة تانية. محدش هيزعجك هنا، خد راحتك على الآخر. بلاش، مش هاخد راحتي قوي. المكان هنا متجهز. في نت وفي لابتوب في غرفة النوم وتلفزيون ودش. بواب العمارة هيعمل نفسه مش واخد باله منك أيا كان اللي هتعمله أو هتستضيفه هنا. هو واخد على كده. اتفضل. لو عوزت أي حاجة هاتها دليفري بالتليفون. اشكر لي جميل بيه أوي. حضرتك تقدر تشكره بنفسك، كلها كام يوم ويبقى موجود بنفسه هنا. جايبني هنا عشان تسألني نفس السؤال اللي سألتهولي في المكتب واللي سألتهولي في البيت؟ بصراحة أنا مش عارفة أجاوب على السؤال ده، وكمان مش عايزة أتخانق معاك. أنا هقولك الحقيقة. وإيه هي الحقيقة؟ الحقيقة أنا كنت متأكدة أن عمر مات، كنت شاكة أن أنت اللي قتلته. يا سلام. مش أنت جيت لقيتني قاعدة مع بابا قبل ما أتخانق معاك وأسيب البيت؟ أيوه. كلمته في التليفون وقلت له ان انا خايفه منك وشك ان انت ليك يد في موت عمر. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش مصدقني؟ اسال بابا، وانت عارف كويس ان بابا مش بيكذب الا بقى لو كنا عاملين عليك مؤامره. انا اقتل عمر؟ وانت كنت بتقول كلام غريب قوي في التليفون، هنخلص منه، كلام عصابات. بصراحه انا كنت خايفه منك قوي. بتضحك؟ ما انت فعلا ليك حق تضحك. ما هو انت في يوم هتيجي البيت تلاقيني ميتة بأزمة قلبية. وانت كنت هتقولي لي ان عمر عايش؟ ردي عليا. ليه كده يا شيخ؟ ليه؟ انت طيب وابن حلال، بس سوء النية بيسبق كل حاجة عندك. انا خليتي كده. وبعدين مفيش حد يقدر يستحمل انه يشوف راجل نازل من بيته من غير ما يبقى عارف. وبعدين ده مش اي راجل، ده اللي كان متجوز مراتي. عاوزين افكر في ايه؟ عاوزين افكر ازاي اصلا؟ ما افكرش. اكيد طبعا كنت هقولك، بس انت ما اديتنيش فرصه. استريحت؟ وعمر عمل ايه؟ وايه اللي حصله ده؟ عمر، عمر الله يكون في عونه، أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل له ده. هشام، لولا أنا وعمر اتجوزنا ما كنتش أنا وإنت اتقابلنا. يا توافق بالحاجتين دول يا تلغيهم من حياتك تماما وتبطل تعذبني وتعذب نفسك بقى.
الو. ايوه رضوى، قريت المسج اللي بعتها لك؟ رساله ايه؟ مش مهم دلوقتي. عملتي ايه مع ياسر؟ ياسر اتعامل معايا بطريقه غريبه جدا، وبعدين اداني عنوان زينب وقال لي ان هي ممكن تساعدني. انا رايحه لها دلوقتي. طيب اول ما تخلصي معاها روحي البيت كده، افتحي المسج هتلاقيني كاتب لك اسم. الاسم ده هعمل لك بيه اد على الفيسبوك. اوكي حاضر. بس هو في مشكله واحده. البوليس اللي بيراقبني وماشي ورايا ده عامل فيه ايه؟ انت فين دلوقتي؟ انا معديه على المهندسين. طب ليكي اي واحده صاحبتك المهندسين؟ يعني اه. وانا هقول لك تعملي ايه. بص عليه كمان شوية واللي تحتيه من فضلك. ها ازيك؟ الحمد لله. انا عايزاكي في خدمة. طبعا يا قمري. انت كويسة؟ زينب موجودة؟ لا مش موجودة. مين حضرتك؟ أنا رضوى المديرة بتاعتها في الجورنال. لا زينب مش موجودة. هي اللي كلمتني وقالت لي إن أنا جيلها. يعني أنا بكذب عليكي؟ تخشي تفتشي البيت جوه؟ لا لا خالص العفو، أنا مش قصدي إن حضرتك بتكذبي، بس أصل أنا جاية من مشوار بعيد قوي والدنيا زحمة. خلاص خلاص لما تيجي على خلاص تتصل بيكي بالتليفون. طب هي هتتأخر، ممكن أستناها شوية.
عايزيني بسبب الموضوع ده؟ أنا برضو بطمن عليكي، بس بصراحة هو ده السبب الأساسي. أنا روحت القاسر وقال لي إن أنت ممكن تفيديني. روحتي القاسر ليه؟ إيه اللي أنت عارفاه يا زينب؟ أنا اضطريت أنا وأهلي بسبب الموضوع ده، وبجد مش هقدر أقول أي حاجة تانية، كفاية اللي جرالي. ما هو اللي جرالك ده مش هيخلص أبدا غير ما تتكلمي وتقولي الحقيقة. أنا عارفة إن أنت تعبتي وضحيتي كتير، يعني دفعت تمن غالي، كل ده هيضيع لو ما اتكلمتيش. أنا أبويا اتنقل من شغله وهي اتلفقت له تهمه ودخل السجن بسبب الموضوع ده. ايه؟ انا غلطانه اني قابلتك. زينب اللي انت هتقوليه محدش هيعرفه. نفس الكلام اللي قاله ياسر بالظبط. عمر بريء. استاذ عمر مات والحي يبقى من الميت. عمر عايش. عايش ما ماتش. بس ممكن يموت وممكن يتقتل لو انت ما اتكلمتيش. انا ما اعرفش انك هتكلميني في الموضوع ده. والله ما اعرف. طيب انا هقولك على كل حاجه، بس اقسم بالله لو حد عارف اني قلتلك اي حاجه لاكون مموته نفسي، عشان مش عايزه اي حد من اهلي يتاذي تاني بسببي. فاهمه؟ كبار وايدهم طايله وممكن ياذوكي. لا ما تقلقيش، ما يقدروش، لان انا اصلا بالنسبه لهم ولا اي حاجه، واللي كان ينفع اقوله قلته وخلاص. اطمني بقى يا ماما. اطمن ازاي بس؟ انا مش هطمن الا في حاله واحده، اما تبعدي نفسك عن القصه دي كلها وترحمي نفسك وترحمينا يا زينب. حاضر يا ماما، من بكره ان شاء الله هنزل ادور على شغل وهبعد نفسي وابعدكم يا ستي عن المشاكل دي كلها. انا ما كنتش اعرف ان المشاكل دي كلها هتحصل بسببي، والله العظيم ما كنت اعرف. انا اسفه بقى، سامحيني. ربنا يسامحك يا زينب. يصلح حالك يا بنتي، ابعد عنك ولاد الحرام يا رب. بقول لك يا حماده، انت تفضل قاعد كده؟ اعمل ايه يعني؟ انزل اتحرك، شوف لنا اي حاجه ناكلها. انزل يعني؟ ايوه انزل. انا هدخل الحمام، على ما اخرج تكون جيت. بقول لك ايه طيب؟ في موضوع مهم عايزك فيه. ايه؟ في واحد جه هنا وسال عليك. طيب لما ترجع لما تشوف الموضوع ده. ان انت عايش، والله العظيم ما اعرف. بس عارف انا هنا ليه صح؟ لا
ترديها استهبال يلا. انا مش فاهم هو في ايه، انتوا عايزين مني ايه؟ انا ما عملتش حاجه غير شغلي، ما تسيبوني في حالي. كلكم بتكلموني ليه؟ ما تكلموا الاستاذ جابر. يعني جابر هو اللي ادى امر بالنشر؟ امال هنشره من غير ما يقول لي المصدر؟ مين المصدر؟ ومش همشي من هنا غير لما اعرف هو مين. خد بالك انا ميت قدام الناس وقدام القانون، انا ميت. يعني لو ارتكبت جريمه قتل لا هيتقبض عليا ولا هيتوجه لي اي اتهام، فاهم؟ اه فاهم. انتوا عايزين ايه يا اولاد الكلب؟ ايه؟ هموت. لو قلت لي احتمال تعيش، لكن لو ما قلتش هتموت هتموت. الموضوعين اللي اتنشروا كانوا جايين من مصدرين غير بعض. موضوع التخابر اتنشر بأمر من الأستاذ جبر. موضوع ان هم لو مات جاي من حد تاني. حد تاني مين؟ لحد هنا ولا ما اعرفش. انت حد تاني مين؟ ما اعرفش. اقول اقول تمام. ضابط ابن دولة اسمه اللواء سلامة. ده تعرفه منين؟ انا شغال معاه من سنين. مخبر يعني؟ من 6 سنين اتمسكت بحشيش وكنت هلبس قضية واتفصل من وظيفتي. الضابط ده اتدخل وحل المشكلة بشرط اني اتعاون معاه، بس انا ما كنتش ببص على حد ولا هو كان عايز كده. كل المطلوب مني انه بيكلمني انشر له اخبار او مواضيع زي الموضوع بتاعك، وساعات كان بيجيني الموضوع مكتوب جاهز. كل اللي بعمله اني بجمعه وانزله. وجبر ما كانش بيقرا المواضيع دي؟ الاستاذ جبر كان مديني اوامر ان انشر اي حاجه تجيني من المصدر ده، بس اقول له الاول عشان يظبط الصفحه. يعني جبر كمان مخبر؟ طب لما جبر كده مظبط معايا يعني رجالك انت ليه؟ معرفش، يمكن عشان يبقى مسيطر على الكل ويطمن ان الموضوع بتاعه هيتنشر زي ما هو عايز. ساعات كمان كان بيكلمني في التليفون اقرا له الاخبار قبل ما تتنشر بيوم ويعدل فيها حاجات، بس انا عمري في حياتي ما قابلته. يا راجل كل التعامل بينا كان بيتم من خلال التليفون، وانا لما كنت بحتاج اي خدمه او يطلبوني اروح الجهاز كنت بتعامل مع ضباط تانيين شغالين معاه، لكن عمري في حياتي ما قابلته ولا اعرف عنه اي حاجه باستثناء انه لواء واسمه سلامه. وحتى ده مش حقيقي، لان مره قلت لظابط من اللي شغالين معاه سلم لي على اللواء سلام، فما خدش باله وانا بتكلم عن مين، فعرفت انه اسمه الحركي. وانا قاعد معاك بقى هنا لغايه لما تقول لي اوصل للواء سلام ده ازاي. انا اعرف واحد ممكن يوصلك. مين؟ بس طلعني من ام الموضوع ده وما اشوفش وشك هنا تاني، لا انت ولا اي حد تاني. أنا ماليش سيطرة على أي حد، ولو كنت بتبعتني وبتضحك عليا فأنت هتشوفني مرة واحدة بس قبل ما أخلص عليك بالظبط. طب ولو كنت بقول لك الحقيقة؟ على حسب. عايز أعرف حاجة تاني هاجي لك برضه تاني. حوار الحشيش اللي أنا اتمسكت بيه ده اللي قلت لك عليه من شوية، لما دخلت الحجز اتعرفت بواحد هناك اسمه حمادة الرئيس، مسجل خطر وأكبر تاجر مخدرات. هو اللي فتح معايا كلام لما عرف ان انا شغال في الصحافه، وقال انه هيخرج وان القضيه بتاعته اتظبطت لانه شغال مع اللواء سلامه، وقال لي كمان لو انا عايز اخرج من المشكله بتاعتي دي اوافق ان اتعاون مع اللواء سلامه. ما اعرفش بقى اذا كان عمل كده من نفسه ولا اللواء زقه عليا عشان يجندني، بس انا خدت تليفونات حماده ده وكلمته كذا مره
ورحت اشتريت منه حشيش وبنكو. ولواء زي ده يجن تاجر مخدرات ليه؟ معرفش، بس كل اللي اعرفه متاكد منه انه حماده الرئيس ده هو اللي ممكن يوصلك ليه. على فكره انا هدي لك كل تليفوناته وعنوانه. بس أرجوك حل عنك.